اهلا يا حلوين، كيفكم؟ انا حور، رجعت لكم بمقطع جديد، واليوم راح نعمل انبوكسينج لبعض الاشياء اللي اشتريتها مؤخرا. فحطوا لايك وخلونا نبدا. تعرفون الاشياء اللي تحطونها بالسله وما تدرون متى تطلبونها؟ فهذه المره قلت خلاص، مو معقوله يعني السله امتلت عندي وانا لسه محتاره اطلب ولا اكنسل. فقررت اني استخير واطلب الاشياء اللي كانت موجودة بالسلة. واول شيء كان موجود فيها هو هذا الغلاف حق النينتندو سويتش. بصراحة ما اعرف ايش كنت انتظر بالضبط. الغلاف مرة كيوت، جدا لطيف وانيق، ومن جوا كمان مرتب وفي كل شيء احتاجه للنينتندو سويتش حرفيا. كمان القماش من جوا كان مخمل، يعني كحماية للنينتندو سويتش حبيتها مرة، ولو راح أقيمه راح أعطيه 10 من 10. من فترة انتشر مقطع بالتيك توك لتسريبات الوصفات حقت ستاربكس، وكانت واحدة حاطة انهم يستخدمون هذا الشيء عشان يسوون الرغوة او الفوم. فمن بعدها انا حطيته بالسلة وصار من ضمن الاشياء اللي محطوطة بالسلة ومسحوب عليها، وجبته اليوم وخلونا نجربه مع بعض. حطيت كمية بسيطة من الحليب وراح نبدأ نسوي الرغوة، وراح اجربها في مشروبي المفضل في الفترة الاخيرة اللي هو حليب الورد بالماتشا. واو، صراحة ما توقعت الرغوة بتكون بهذا الشكل، مرة ثقيلة وكريمية كأني استخدمت كريمة حرفيا. يعني صدق ويني عن هذا الشيء من زمان، ويني عنه. راح يكون هبتي بالفترة الأخيرة وراح يكون المنقذ حرفيا. وراح أجرب كمان أسوي فيه القهوة الدالجونة، أعتقد أنها تنفع فيه، فراح أجربها. ولو راح أقيم الشيء هذا راح أعطيه 10 من 10. أنا كوحدة أعشق أدوات المطبخ، أحب دائما أني أخذها من شيئين صراحة، أدواتهم مرة تجنن. لكن هذا الصحن كنت ساحبة عليه من فترة، حاطته بالسلة وما كنت متحمسة أني أطلبه. هالمرة قلت لا، لازم أتخذ قراري، يا أحذفه يا أجيبه، وقررت أني أجيبه وأبدا ما ندمت. يجنن، مرة عجبني، وتخيلته بالفطور كذا وعليه توست ومحمصة، يا سلام. مرة ما ندمت أني جبته، وراح أعطيه 9 من 10. كمان من ضمن الأشياء اللي مسحوب عليها هذا الكوب العملاق. صراحة يعني أنا تخيلت أنه عملاق، بس ما تخيلت أنه بيكون لهذه الدرجة، مرة كبير. شوفوا مقارنة بيدي، ما شاء الله الحجم. المهم راح نجرب نسوي فيه نودلز، فخلونا ناخذه للمطبخ. راح اجرب اسوي فيه نودلز بالمويه الساخنه، يعني بدون طبخ. راح اشوف اذا تستوي النودلز بالمويه الساخنه بس في هذا الكوب، ولا تحتاج يعني لازم حراره خارجيه، لانه مره راح يفك ازمه لو كانت النودلز تنطبخ فيه بدون حراره خارجيه، عشان وقت الليل ما نحتاج نروح المطبخ رايحين جايين، لا نسويها في الغرفه. فخلونا نجرب اذا تستوي ولا لا. راح احط شريحة جبنة وراح ارجع اغطيه مرة ثانية دقايق بس عشان تذوب الجبنة. صراحة ما اعرف اذا كانت النودلز اللي عندي هي نوعيتها سميكة، لكن نجرب ونشوف هي مطبوخة ولا لا. والصدمة كانت انها مطبوخة، مرة مستوية. وشوفوا لو تلاحظون انها بسرعة تنقسم، يعني كانت مطبوخة، وهالشي صراحة بيفك ازمة. اذا كان هذا النوع السميك انطبخ، يعني اكيد الانواع الثانية والاندومي العادي حقنا اكيد بينطبخ. فراح اعطي الكوب هذا 10 من 10، وما ندمت اني جبته.
من الأشياء اللي كان مسحوب عليها كمان كان في عدة أغلفة للإيربودز، ومو معقول أني راح أجيبها كلها، فاخترت منها اثنين وقررت أني أجيبهم وأجربهم. وأول واحد فيهم كان هذا، يا جماعة انتوا شايفين الكياتة؟ سو كيوت، حبيته كثير كثير حبيته. لو كنت اعرف انه بيكون بهذه الكياتة جبتها من زمان. راح اعطيه 10 من 10. وخلونا نشوف الغلاف الثاني. هذا هو الغلاف الثاني، صراحة مبدئيا احس انه اكيد الاول يفوز عليه، لكن خلونا نجربه. كمان حتى هذا كيوت، لكن الأول يفوز بجدارة، ويمكن لو ما جربت الأول بيكون هذا يعني مرة واو بالنسبة لي، لكن راح أعطي هذا حالياً 7 من 10. من فترة مرة طويلة كان يطلع لي باليوتيوب شورتس مقاطع لناس تسوي الشمع اللي ينحط فوق الرسائل، وكان مرة خاطري اني اجيبه واجربه معاكم وانا اقرا قصص، وكنت حاطته بالسلة وسحب عليه فترة مرة طويلة، لكن هالمرة قررت اني اجيبه وابدأ في المحتوى هذا. خلونا نفتحه مع بعض. من جوا في ملعقة لتذويب الشمع، وفي هذه اللي تكبس الشمع، وكمان في منها 3 اشكال للطباعة على الشمع. وكمان في قلم، اعتقد انه القلم يسوي زي الهايلايت على الشمع، وفي شمعة تذوب الشمع، وكمان الشمع اخر شيء. في منه نوعين، وهذا هو شكل الشمع من جوا. كمان جبت هذه اللي راح نصب عليها الشمع ونكبسه فيها، وكمان جبت شمع زيادة عشان يكون عندي ألوان متعددة ومتنوعة أكثر. وهذه هي اللي راح نحط فيها الشمعة عشان نذوب فيها الشمع، وكذا تكون كل الأدوات جاهزة. وإن شاء الله المحتوى الجاي للقصص راح نستخدم فيه هذا الشيء، فجهزوا نفسكم وإن شاء الله تستمتعون فيه. هذا الجهاز شفت كثير ناس من أصحاب المشاريع يستخدمونه، وكان وقتها عندي مشروع سوفت بوشن إذا تتذكرون، فكنت حاطته بالسلة وراح أجيبه، لكن بعدها المشروع تقفل فكنسلت الفكرة. بس لما جيت أسوي الطلب قلت يا أخي كان في خاطري فخليني أجيبه، وجبته. وخلونا نفتحه مع بعض. الجهاز يجي معاه سلك للشحن، ومن هنا مدخل الشحن وزر التشغيل. الكتيب اللي يجي مع الجهاز يجي في باركود لتحميل تطبيق عشان نشبك الجهاز بالتليفون، وهذا هو التطبيق من جوا. وفي كمان عبارات وأشكال جاهزة للطباعة، فراح أجرب أطبع واحدة منها. حبيت كثير، مرة لطيف. وكمان ترى مو بس ينفع لأصحاب المشاريع، أحسه كمان ينفع للناس اللي تسوي لانش بوكس، تحطين كذا عبارة حلوة فوق اللانش بوكس أو فوق الساندويتش اللي بتسوينها لأحد. مرة حبيتها، وكمان ممكن أستخدمه فوق علب البهارات، يعني صراحة مفيد وما ندمت إني جبتها، وراح أعطيه 10 من 10. وبس كذا نكون وصلنا نهاية الفيديو. ايش رايكم بالفكرة وحابين نكررها؟ لانه صراحة السلة باقي فيها اشياء مرة كثيرة ما طلبتها، فلو حبيتوا الفكرة راح نكمل في هذه السلسلة. وبس لا تنسوا اللايك، ولا تنسوا تكتبوا تعليقات لطيفة زيكم، ولو ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس. احبكم، اشوفكم بالفيديو الجاي على خير. مع السلامة.